انخفاض طفيف على درجات الحرارة وطقس معتدل في أغلب المناطق، قد يميل إلى الحرارة في ساعات العصر وأجواء حارة في العقبة والأغوار، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خلال يوم الغد، وللتفاصيل نشاهد هنا خرائط درجات الحرارة. هذه الليلة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ولكن بداية مع ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين يبدأ تأثر المملكة بهذه الكتلة المعتدلة، لتصبح الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها ولكن مع انخفاض بسيط على درجات الحرارة. أما في ساعات المساء وبداية من يوم الثلاثاء تبدأ هذه الكتلة بالتعمق أكثر إلى أجواء المملكة، لتكون الأجواء أقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، والليالي تكون لطيفة. أما في هذه الليلة للعاصمة عمان تكون الأجواء لطيفة أيضا، أجواء صافية، درجات الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الاثنين 30 درجة مئوية أجواء صافية، يوم الثلاثاء والأربعاء كما قلنا سابقا انخفاض طفيف، يوم الثلاثاء 28 ويوم الأربعاء 26 درجة مئوية في ساعات النهار. أما في ساعات الليل فيوم الاثنين والثلاثاء 19 درجة مئوية ويوم الأربعاء تصل إلى 17 درجة مئوية في العاصمة عمان. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة يوم الغد، نبدأها شمالا. إربد 32 إلى 22، في المفرق 32 إلى 18، جرش 32 إلى 21، وفي عجلون من 32 إلى 20 درجة مئوية في ساعات المساء. عمان 30 إلى 19 درجة مئوية، في الزرقاء 33 إلى 19، بلقاء 30 إلى 20 درجة، مادبة 29 إلى 19، أجواء حارة في البحر الميت 38 إلى 28 درجة في ساعات الليل. الكرك 30 إلى 18، في الطفيلة 28 إلى 20، جبال الشرى 27 إلى 16، في معان 34 إلى 19 درجة مئوية، وفي العقبة من 37 إلى 25 درجة في ساعات المساء. في المناطق الشرقية 39 إلى 19، الصفاوي 37 إلى 19، وفي الأزرق 37 إلى 19 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.